انا 3 مرات فلاحي فلاحي كم وزن الفهد 80 100 اي خلاص خل فهد يسوي بوش اب وانت قاعد فوق متربع زين انا قاعد اسوي بوش اب وتدري شلون؟ شلون؟ تنفس عليكم جيت مميس الامارات تعزموني تمام احنا حكم ملاح احنا ملاح يومين عيد عيد هذا ما يحتاج يفوز عشان يتنفذ ملاح ملاح من تقول خلاص 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 بس 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 تات هذا تات هذا بس خلاص خلاص مات تات تكفون كلكم ضيفوه ترى والله اني ملاحي دخل اقسم بالله العظيم اني احبك دخل يا ملاحي انا اشكرك جميعا شباب شباب والله العظيم نقدم احلى تحيه واحلى شكر لاخوي ملاحي يا والله العظيم شكرا والله انا بس اي شيء لعب وياي جولتين اي شيء تبيه بالبرنامج ابد قاعد اقول لك حتى شفتك انت اخوي الكبير اي شيء يعلك ذخر لا والله اخوان وما يحتاج ويسلم لي هالنسفه ابد والله يسعد لي هالنسفه هيا ابو منصور اسد واسد وانا واقف يا الله شكله يقول خليه يطلع انا اروح اجرد العالم واجي لك يلا يلا ابوي موفق يلا على خير حب كبير باي هذا من الناس اللي شفته بالامارات طبعا يمكن ما تعرفونهم هذا فهد اخو خليفه الكبير وسعيد هم اخو خليفه الكبير هذا من الناس اللي لما رحت الامارات والله العظيم يا عيال ان وجبوني توجيب شالوني سياره فندق كل شيء يعني صراحه خلوني استحي يعني بشوايد والله نبي داريا منو داريا والله ما ادري في واحد ليه هذا ليش يدزي 500 مره السلام عليكم والله خفت من ردة فعل سكرت الكاميرا لا بس تدري في ما احب الحركه هذه ليش تسويها فيني والله العظيم هلا مو انت جيت وتفضلت على راسي انا وعوز بالله من كلمة أنا مسكر الإكسبلور عندي فقالت مالي غير الله وملاحي أبعت له عشان يفك الحظر عني يعني أنه يطلع لايف شوي مين طلع لايف كل لا طلع لايف كل لا شوي كم عندك داخل لايف هلأ 60 60 قمض عينك بطل عندك 1000 أخاف أغمض عيني ما ألاقيك قمض عينك بطلع 1000 ما رد بكلمتي انا يلا ها والله بدك تفصل الزوج ها تم عندك دي خلني اشوف مين عم ببعت هاي الطلب كمان احنا طالعين مع الزلمه دقيقه طاروا 1600 يلا لا حيسعد دينك طلع لايفك اوه مين عم ببعت لي هذا عندك 3000 حبيبي 4000 عندك صار 4000 لا حول ولا قوة إلا بالله هذا عم يبعث لي يرجع سوالي مثل ما أسوي لك أيوة روح لعب معه يلا حبيبي تشرفنا على رأسي حبيبي الملاحي تحية منو دارية منو دارية والله ما أعرفها جيبوا لي دارية منو دارية وين دارية جيبوا لي ما عندي مشكلة تبون ألعب مع منو ما عندي مشكلة اليوم بضحككم اي رقم بالشعله لازم اسكر قصات هيك عيد الزول عرفتوا خلينا نقفل قصات عشان يكون وضعنا احسن تبون جلد تبون جلد دقيقة خلاص لا حد يدزك بطوني بطقة يدزولك قاعد يلقون بثي والله حرام دي ثانية أرحم هلا والله يزيد ليش
شكل لي ورا بعض 500 مره ما يصير والله انك علقت بثي يا اخي. يا قمي ربي لك والله شو اسوي والله انك تعلق بثي قاعد تاذيني والله كذي تدري ولا لا يا اخي شوي احبك يعني شوف الحين كنت ما قاعد اقرا اقسم بالله العظيم لازم الحين اطفي بثي ما يعني تستانس انت الحين لما طفيت بثي الحين كذي يا اخي شو اسوي احبك يعني شوف الحين جد قاعد اكلمك اقسم بالله انك كنت مطالع لي الحين لازم اطفي بثي واشغله مره ثانيه والله من حبي لك يا ملاحي والله العظيم يا عيال والله مو مقصود يا شي هذا والله راح اقفل بثي رد افتحه ما ادري يعني ان شاء الله كنت استانس على الحركه اللي سويتها لي الحين لا والله ما مستانس عليك والله بس مبسوط اني طلعت معك علي الحين واضح قاعد اشوفكم انتو يا عيال يدزولكم انت يختفي عندي ما يصير بطوني والله عيب كارهيني العالم اليوم لا فيهم شيء اليوم والله والله العظيم فيهم شيء يا حيي كيف جيك يا مرحبا والله تمام شلونك شو اخبارك قلت بلا مع ملاحي قالوا لا 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 تكفى تكفى الا ملاحي وقف وقف ملاحي لا احكام صار قلت انا قوي والقوي ما يحب الا من القوي نعم حلوين شنو الاحكام والله تمام انت شنو الاحكام تبع انا اعرف مش احكامك انت أنا جلدني وجلدك أخذ راحتك حكم أقدر عليه بقول لك أقدر عليه لا مثلا تخيل إنك فزت أعطي أحكامك شيل شعرك موس لا يعني عشانك أطلع ما تبغوني أحكم عليك الحكم ذا حرام عليك أنت وين قاعد أول شيء كافي حلو في ألف حكم تعالي جولة واحدة جحفل جولتين جولة واحدة جحفلة جولتين. ايه. جاهزين اللي عندي مكبسين يلا. تكبيس عيال. ما ادري والله. مكبسين تكبيس تكبيس. تبي تحط ميوت حط ميوت ها؟ ها؟ اذبح. تبي تحط ميوت حط ميوت كيف؟ اذبح. جد بالربع. يلا احلى. كبسين كبسين لا بس كنت مش كنت بالكويت واحد صح؟ ايه اجي الكويت دايم شون؟ اجي الكويت دايم ابد بين اخوانك وربعك ما يحتاج الله كبير حضار شدوا برضي يا ربعك لا يروح والله انت رفيق جبهات الله اشوف لا انا رفيق جبهات ماذا عادي شوي انك حسبتك تعرف والله كنت ما بخاف عليك احكر اني احبه بس دامك راك تعرفه اوكي انت اللي ليت ما كان فيه بكومنت والله عبد الله الحين لو تكفر الدبل ترابل يا عيال الدبل ترابل الدبل ترابل الاسد ثلاثه الالف بثلاثه شيك متحمس قبل لا انا طلع من المحمس قبل اخي فريد قلت من الناس اللي حمسوا بذل شون؟ ما شاء قلت من الناس اللي يعطي شو
يا بعدين يعني الدبل خير الدبل 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 لو لو انا اعتبي داير مجرح الاول عشت يا قدر المراجل ويا مطروحها عشت يا الاسم المفجر ويا الاسم الشيخ الفعايل ما لها غير شيخ شيوخها خطوب شد وانا ما احب العالق خليها يطق معانا الحكم الاول فارس يا فارس حلم الحرام ما فين كلكم والله العظيم انكم ما فين الله اخوانا منه انسي المحتاج كم محتاج اثنين 30 ثانية سلطان عيال داري ما ادري ما احب العب مع بنات ترى شوفوا انت ترى البنات تجيبوا لي مقص بالتحديات شكرا ثري كي واقف ما خلص استاذ وافي حبيب ميسو 66 فطوم عزيز عبد الله فراس 62 سارونا وافي للشيوخ كيف من عنده لعنده كبسين ما قصرت والله والله ما قصرت جولة ولا جولتين جولة خلنا نلعب جولتين ابد ما ردك يعني قبلك يا شيخ ما قصرت يلا شد شد شدوا كبسوا حمسوا الجول شدوا تكبيس 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 باللي يمك ولد عم يلا حي الله يبيك ايش في معصب هذا يدي بكامك تكفى اذا فزت هذا وجه هذا المال صيد ها فرق عندهم الملز عندنا المجلس دواني لا مو مجلس ما هو قصدي الملز ملز ما تعرفها الملز لا وش معه تعرف ملاحي كويتي انت صح اي كويتي والله اني شفت جولاتك مع بها وتحمست تحمست جولاتكم صح انت وناس اعطيتوا التيك توك هذا هذا احلى شيء والله التحديات الحلوه كذي والحماس هذا هذا اللي يعطي برنامج شيء يعني حلو عرفت نعم بس الا الناس اللي اول معهم هذا تعرف الناس اللي اول مره معهم لازم انه يكون اول بث بينك وبين الواحد لازم يكون في سلاسه في الموضوع عرفت شو هنا انا اول بث تبع هجو قال لي كل جاد عادي كيف دجاجه لا والله قمت كلت بيض الله يوفقك بها الله يوفقك مو هيك لحد اوراق يا ربع الدبل الدبل كفر الدبل كفر الدبل يا ربع يا عيال دندرين دندرين دبل مكتمل دبل مكتمل عندك اي مكتمل بس اقول لك شيء ما نحتاج دبل احنا كفو
حط خلي يحطون ميوت بشغل شيء. جذبها الاخبار الشيله هذه تبع اي قبيله؟ محمد يا محمد محمد مرحبا بالنادرات والعوايد حتى ما بيكونون اللي محمد فطوم حبيب مينسو عبد الله ترفع فيك يعني ما خلا ضيف ودعمك في الأندية اللي عندك مقصرة الحكم داعمين ما قصرت والله ما الله كتب سم يا ملاح يعطيك سم الله عطني أحكام وأبي حربي بس ملاح عندي شرط عيوني عطني أحكام أحكام شنو أحكام يعني جديدة تبي أحكام جديدة يعني تم جيب لي 15 كلاس من الكوفي اللي انت قاعد فيه وكسرهم قدام وانت بالكوفي شلون وانت بالكوفي اطلب 15 كلاس وكسرهم كلاس قزاز اي ما في في كرتون ما عندهم الا كرتون حلوين ورني الكوفي خلينا نشوفها ها الكوفي خلينا نشوفها هذه فاضي هذه لا ما في قزاز قزاز ما في طيب عطني حكم ثاني انا اعرف واحد اكثر من الشرطه انت اول مره لعبتك شوف اول شيء ضفتك انا اول مره ما في احكام لا والله ملا يحكم اي والله من على العيال ما في احكام اول مره يعني قبلك ما قصرت يا ملاحي ابد اروح البيت بالبيت نطحن طحن هناك ما عندي مشكله ترى ما فزت عليك مره ثانيه ما سامع لا تسامع ما احب اسمح انا والله ابد اخوي والله اي والله مرحبا بكم السلام وتشرفنا فيك يا ملاحي يعني الشرف لي طال عمرك مرحبا يعطيك العافية شكرا وفق وين داري اديتوني فيها اوكي وين داري يلا جيبوا لي وين هي وين هي وين هي وين هي داري عم اشوف هاي داري اللي مخرفنة نص الكومنت عندي وين هي داريا وانا اصيدها هلا والله هلا والله معبود هلا والله شلونك هلا والله شلونك تمام شخبارك انت والله تمام تعال دايم تلعبين احكام ليش تضحك طيب الضحكه هذه اللي تخرب لا شيء واحده وياها حلوه عرفتي صدمتني اول مره ادري عندكم ذوق يا عيال والله منو ورني اسمها داريا تركيا شوك تعرفها؟ يعني ضيفات انتي؟ ايه؟ ايه تبيني دخلي دخلي ايه خلنا اشوفها متزوج عادي خليها تطلق علشاني يا ريال زوجي ايه ايه مهند هاي جد هاي داريا هلو هلا والله كيف حالكم؟ هاي مملح كيف حالك مملح؟ تمام وانت شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام هلا والله هلا والله الضحكة من هنا لهنا سود الله وجهك صدق كيف حالك حبيبتي؟ تمام عمري انت شلونك؟ تمام الحمد لله جعله دايم يا رب عندك برابع؟ ما اقدر اشوف ان شاء الله راشد موجود شوفي يا
خلاص اجيب ما اجيب عم طالع القعيد والقاحي شوفوا اذا يمديكم ترسلوا من عندكم الله الله دخل القاحي قاحي دقيقه تعذر طلع لي عاد عاد انا في استضيق هلا عبد الله هلا والله هلا والله هلا والله شلونك فرح ابو عبد الله انا مع الملاحي ما خلي خويي لا 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 انا مع داريا ملاحي ناويني تقدر تقول عبد الله لو ما تبيعك اليدك جايز تبتلوني جايز تكبيس يا ربع تكبيس 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 عبد الله جولتين لا جحفل جولتين لا لا اي لا 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 عبد الله جحفل جولتين جحفل جولتين نايف الشغل جولتين ما عندي احد سكور بيفشل في من يا ول اذبح 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 يا عوايذر وريح يا ملحلح اذبح لعنيدك يعني ربع قعيد احترموا الذوق العام شويه شوفوا قاعد العب مع منو ابي عبد الله نفس السالفه يا عيال ترى في ثار بيني وبين عبد الله فاتمنى انه ما ياخذ الجوله انا اتمنى يعني والله العظيم في ثار نيف شكرا نيف ما يقصر فيصل فصال هو مو راضي مو راضي ما عندي احد بس تدرون عطنا حكامه ملاح فيصل يا فيصل نايف عبد العزيز ميسو فيصل الحكم الاول نايف حلو شارك موس يا لطيف الحكم الثاني حلو خمس بيضات مكسوره تاكل لي ملاحي ما حد ياكل بيض بكسوره ما في الا انت في البرنامج لا لا والله فيه شو ما فيه في بكسوره اي وربي ناصر كلا قعيد كلا الثالث الحكم الثالث بطل شطة تجيب لي طاقة واحدة تشربها كامل طيب بشوف لك شطة بشوف الشطة الموجودة ناقصة مناقصة بشوفها ما راح أكبها إذا فاضية ما نبيها لا مو فاضية لا مستحيل تكون فاضية بشوف الشطة واجيك داريا إيوه ها حكم على يوشي يلا يوشي بسم الله يوشي حبيبتي بحبك بس هذا جولة أنا آسف حكون أنا أول انت تاثرتي في دقيقتين تاثرتي في دقيقتين تاثرتي على طول
خمسة بيضة مكشوقة. لكن الثاني انت ايش مبسوطة؟ مع جون سنين على شفافك مدة خمس لا ثلاثة دقيقة. والثالث؟ يا ربي أنا آسف يوشي قلبي هكذا ثالث بصل كامل. عقبي يعني انت هي قاعدة تلمع. ايش قالت؟ اي ما اقدر غيري لي الثالث والله صدق. لا شنو ثالث شنو؟ قالت كذي بصلة كاملة. اي صح اوكي ايوه اسمي غيري لي الثالث ما اقدر عليه غيري. ما ادري اغير مملاحي ولا لا؟ لا لا خلاص. يا اخي سكبلز في الحياة الجميلة والوحش. غيري لي الثالث اقول. خلص اشرب بيت توش قلتي حكم ثلاثة. هاي لو تقولي روح اذبح نفسك قوم اذبح نفسي شنو؟ والله العظيم ما يعرفون ما يقدرون الجمال. شاب ذاك يوم العيال يقول لك قوم برد قلت ما اقدر جوني مكسورة. يوشي حبليلي سمي ليمون كامل عادي ليمون دقيقة. اي ثانية خليني احط النوت دقيقة اسمعوا والحين بنروح عند قعيد حلو شوفوا ربع سويدة ترى مو هينين لعبتهم التكبيس يكبسون ما عندهم الا ضعوي تكبيس عندهم يا انكم تكبسون شي تعنونهم على عينهم خطهم لا يتقدم لو عنده 20 لو عنده 30 الف واحد كبس سوق على عينه اي صغيره اي اي تم اي لان لقيت الحجم الكبير بس تم اشربه بس انها ناقصه منها شوي خلاص ربع قعيد الحين بروح لارنك انتم مع طراقات الحين خلاص كيف احكام حبيبي موفقين. عرفت الخطه تكبيس وشيرات تكبيس سيارات الحين رايح لعيال خلاص جننتوني. وينه مطالع لي قاعد تسوي تحديات ثواني وانا قاعد تعال مسكر خاصية خليه يفتح خاصية الله حيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انت بسرك لينجز ها؟ شوف انا بقولك شيء. قول انت الان طرفت لي الله يطول في عمرك ها؟ وانا الان توي فاتح بث اوكي؟ وانت اول تحدي معي اوكي؟ استرى صلحتها صح؟ صلحتها اي ومن سمحك تصلحها؟ اقول تخليها ارنك على يدك تجيك بينون. طيب جولة ولا جولتين؟ اعطيك حكم من احكامي؟ اعطني الحكم تقطع ستار وتطلعها في الحوش تحرقها بالولاعه نار تقبس ابها نار تقول كذا وبقول اذبح ولع في ستار ابها تشعم نار تبي تشذي؟ حكم من احكامي ولا كلمه انت تعرف احكامي انا حكم من احكامي تقوم قدامنا تكسر جامعه اللكسس اللي قدام كامله حكم من احكامي قزازه قدام حكم من احكامي يعني أنت تبي كسر ومن على الجدف؟ ما أدري عنك تبي شيء أنت ما عندي مشكلة ترى. لا تقارن القزازة مع ستارة. لا هذه. أنت تبيها ملعنة على الصدام أنت واللي عندك. الحكم الثاني تقطع راسك. العب.
الحكم الثاني قاعد اكلمك ما تشوف لي كنا زقرة اصبر. الحكم الثاني اقص ذيلك شد يا عيال. ليش اقصك حرام يا يلا كنسو تكبيس انا احط تكبيس بس ما اتفقنا التكبيس هيوقف التكبيس لا يوقف فيصل يا فيصل واقف يعني ما خالص تكبيس يا بدي عسى ما يا عيال التكبيس كبس ابي اصبع ايدك يطلع كبس لا تعطونا مجال والله ان تسرح هنا جوله ابو غبي النايف بحر اول ما تبلش الجوله حتى لو اخسر اعتبرونا فايزين تكبيس لا يوقف فجر تكبيس تيرينيا ضيفوهم يا ملاح اشوفك ارتبكت وين هياطك الصبح اقسم بالله العظيم انت واللي عندك بدربيل ما اشوفكم تعال وش عيدت كلمه عيدة ما سمعت جاني دا انت واللي عندك بدربيل ما اشوفكم تعال وبلع ميوت يلا تكبيس أبط على وجهي 10 مرات لو خلنا نجمع وضع عتقنا بالياضة على العوالي على العدام العيني وبحان جمالنا يا سلبانك بحسابة عسل أهلا وعنا البدو بزن يا لتكبيس ما تكبيسكم ترى التكبيس بحمية خير اعتبروني فايز
علي بالهرم مافيا. وافي يا سيدو بروح يا عيال، والله انا ما قصر. الله قام يهايطك عيد، الله الله قاعد يهايط. تشوفون فيدا 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 سيدو علي بالحرام ما في اي بيف وافي فطوم سلطان سارونا تكفون ضيفوه ما قصروا وربي حب كبير اقسم بالله انكم ما في جعلني مع خاله بلغ الخاسي بلغ بلغ الخاسي بلغ لا ماني ناسي بلغ الرقاسي الرد قاسي الرد قاسي يا ما عندي احد دازك ورب الكبه ما عندي احد مجمع العالم كله الحين لو تقول له عيد ما يعيد الله فوق احكامك ضيف الدعمين يا الربع الحكم الاول شق ام ستاره هذه اللي وراك وتروح تولع فيها نار وبيك تجلس مثل السبيك وتدفع هذول الحكمين ما في حكمين مثل يوم انك احكمتني الصبح صبغه خويتك هادي حكمت علي صبغه لون ازرق واحمر وسحب هذه ثلاث احكام بس كنت بنفذها انا ما في شيء اسمه حكمين اوكي خلاص الحكم الثاني تولع فيها النار ابيك تدفع عندها الحكم الثاني تجيب لي خمسة وثلاثين قرن فلفل حار واذا ما هو حار جعله في رقبتك لأم الدين وانت عارف اللي بيني وبينك من لاحي نفذ صح بدون استلقاء ابيك الخمسة وثلاثين حبة حبة تاكلهن وما تبلعهم ابيهم فمك تعالجهم تكونهم هنا فمك مثل القات حلوين كذا مدة عشر دقائق بعلمك اذا ما خليته يلتهب فمك بكره نقط لك على الشباب نديك المال يتعالج يا معود الحقوني الحكم الثالث تروح لسيارتك سيارتك موجوده برا ابيك تطلع مفتاح الكفر وتفك كفرها اليسار تركبها يمين واللي ورا اليسار تركبها يمين يمين يسار يمين ويمين يسار ويسار يمين يمين يسار فيها عدس حقك انا عادي احنا قوم نطبقها بس قالت لي بكمة ان فيها عدس حقك عادي ولع فيها نار عادي ما في شيء كيفك ما فيها شيء عادي انا حكمت عليك تطلع تقطع الستار وتولع فيها نار بس تولع فيها بس مو في البيت في الحوش اي بالحوش ما عندي مشكله تم اصبر دي اصبر شيك اصبر دقيقه خليني اشاور المتابعين خلاص بغير الحكم ستاره لا ما تغيره مو كيفك انا ابي خلاص انت بترفض انا ما لي شغل اقول لك انا بغيره لا ما في انت مو اخترت الحكم هذا خلاص خليك قده خلاص طيب انت تقول انت تقول ممنوع انا اقول لك اذا ممنوع ولا خلاص ماني معطيك اياه بغيره بغيره يلا شنو
يا عيال الزيتوني متفق انا وشيكم والله العظيم ما يجيني الا متفقين والله العظيم والله ما يجيني رب الكعبه اني توي فاتح بث والله ماني متفق اذا انت رجال قدامهم كلهم عيد الحين يلا ما عندي مشكله يا عمي والله لا عيد ولا راك شيء حلو تجبني يلا الحمد لله الشكر اخر واحد يتفق انا يلا روح الحكم الاول ابيك شوف ترى انت قاعد تعطيني الحين احكامك قاعد اشوفها كلها مبالغه يعني لا جلد ولا شيء كلها تعجيزي ثلاث احكام تعجيزي ترى كلها خلاص بغير لك ثلاث احكام اذا تبي تعجيزي اقسم بالله العظيم اطلع لك القرون اليوم ترى انا بي انا انا بي انا 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 بي تعجيزي تم روح الحكم الاول تجيب لي اسطوانه مليانه غاز وتثبت لي انها مليانه غاز حلوين شلون اثبت وبيك اذا عدت معي اذا اعلم كيف تثبت لي تفك الانبوبه اسكر ما تبطل اسال اي كويتي عندك ما تبطل عندنا طيب تحلف ذمه وامانه اقسم بالله العظيم ان اللي عندنا بمطبخ فل اكيد يعني حلو جيب واحده ترفعها اذا انت بتعيد معي جوله كامله ترفعها وزي زي اقول لك يا لوح خليك في الزاويه وارفعها خمس دقائق وعلي لا تشوفك تفوز تخسر خليك في الزاويه خمس دقائق انا اعلمك يا قليل ما في بويه تامرني ايه عبنا حكم ثاني استح لعبنا فيك لعبة اليوم الحكم الثاني ما جيتون إلا غدرة والله الرمبة ما يلعب إلا غدرة ورب أقص ملاحي يا قوي لا تحلف والله العظيم ماني مت والله دعم محبة أقسم بالله العظيم ما كلمته ولا أحد روح لثاني يا عمي دائم تجيني أنت نهاية بثي وأفوز عليك الحكم الثاني أبيك طول عمر سامي تجيب لي كيس ثلج كيسين عفوا حلو وتجيب لي شماغ شماغ الأصفر ذا كأنه كركم تربط عليه خصر كذا حلو وتحط الثلج من هنا كيسين كيس ورا قدام وكيس ورا ظهرك حلو تسكر هذا ومدة خمس دقائق أوكي ثالث